السكوب لفاريبل. نحن فرضا اذا كان عندنا مثلا خلينا نعمل فاريبل سي او دي مثلا ايد السكوب جوات كلاس، بدي اقول انه هيدي الدي ممكن تكون معرفه ب انه هي خلينا نسمي كلاس سي 1 مثلا بكل بساطة. فهيدي الدي معرفة جوا إلا اعتبارها جوا، بس هذا الشيء اللي بدي الفت نظر عليه. جوات كلاس يعني مثلا إذا عندنا نحنا شي مثل جواتها، فرضا مثلا اف 1 اوكي، فهون مثلا return دي بلس 5 فرضا بكل بساطة، فبياخدها. فأنا حسيت الشغلة إنه لفت للنظر حقيقة. هلا ما بعرف شو بدنا نشبهها، مش بعرف حتى إذا بالجافا هيدي كانت موجودة، بس بفتكر كانت موجودة يعني بالجافا. افترض انه هيدي كلياتها، تخيل هو كلهم موجودين جوات كلاس، فهيدي ما بعرف شو بيسموها سب كلاس او هيك، انه كلاس جوانية. فأي فاريبل موجود هون كمان بتقدر تتحكم فيه من هون. يمكن الأبسط انه واحد يعرف انه هيدي الفاريبل بيقدر يتحكم فيها جوات الفانكشن، مثلا دي بلس 8 دي بلس 1. فانه دي هون يمكن سهل واحد يتقبلها، بس انا بس عم بلفت النظر انه هيدي كمان بتمشي. هات نجربها اوكي. فهات نعمل سي مثلا سي 1 او دغري رح اعمل كولينج لهاي نشوف اذا بتزبط. takes but one was given takes one position in the argument. نسيت السلف takes zero position، لا لازم يكون one. احنا مزبوط، انا كان لازم اقول له print خلص نحطها تحت. اوكي تمام، فهذه بكل بساطة انا بياخدها. بينما هون اذا بتقول له فانك مثلا خلينا نقول له برنت لانه هو بيعمل ريتيرن. اوبس تمام، هذا كل شيء، هذا كل اللي بدي اقوله.